ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه يولي التعليم اهتمام بالغ بشكل كبير، ولا شك أن حكومتنا الرشيدة تعي هذا الأمر وتعي بأن التعليم هو أحد مقومات الحياة وهو أحد مقومات النهضة المستقبلية لبلادنا. ولعل أيضا كذلك ما يخص بالرؤية المملكة 2030 هي اعتمدت حقيقة على ما بالتعليم بشكل كبير، وسوف نلحظ هذا إن شاء الله تعالى قريبا بما سوف يتم على ما تم. لا شك أن هذا المبنى ولله الحمد افتتح من قبل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان حفظه الله ورعاه حين حفل تخرج الطلاب في رمضان الماضي، ولله الحمد نجد دعما متكاملا من سموه الكريم، وها هو اليوم الحمد لله رب العالمين نفرح سويا ويفرح الطالبات إن شاء الله تعالى بإذن الله بهذا المنشأة الجميلة على ضفاف البحر الأحمر في محافظة ينبع غرب المملكة العربية السعودية تابعا لجامعة الطيبة بفرعها بمحافظة ينبع ولله الحمد. ولا شك أن هذا الفرع وهذه المنشآت سوف تضفي لبناتنا الطالبات إضافة جميلة جدا جدا في تحصيلهن العلمي، ولا شك أن إن شاء الله تعالى هذا الفرع سوف يحصد دعما كبيرا، ولقد دعمنا حقيقة ولله الحمد هذه الفروع وجعلنا شعارا في عام 2017 هو الفروع أولا، وحظي هذا الفرع ولله الحمد بشيء كبير من الدعم بإذن الله تعالى خاصة بالنسبة للموظفين وأعضاء التدريس، وسوف هذا يلحظون بناتنا إن شاء الله تعالى في هذا العام. وأنا في نهاية أقول أبارك لهم حقيقة هذه الهدية، أسأل الله سبحانه وتعالى يمتعهن إن شاء الله تعالى متاعا طيبا في هذا المبنى، ونريد منهم الكثير حقيقة، نريد منهم حبا لهذا الوطن المعطاء، لهذه المملكة الفتية، لهذا البلد منشأنا جميعا به. نسأل الله سبحانه أن يحفظه، ويجب أن نعمل لأجله ونعمل معه ونعمل حوله أيضا بإذن الله تعالى، ونكون إن شاء الله تعالى عاملين بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلاد وقائدها وشعبها وأمتها بإذن الله تعالى، والبلد بخير إن شاء الله تعالى وإلى خير بإذن الله تعالى. وسوف يتبع هذا الأمر في هذا الفرع كثير من الأمور التي ستفرحهم إن شاء الله تعالى قريبا، وسوف نكمل ما تبقى بإذن الله تعالى بهذا الفرع تحديدا إن شاء الله تعالى. ولا شك أن الدعم القوي الذي نحصل عليه يجعلنا أيضا نعمل ليل نهار لتكملة ما تبقى إن شاء الله تعالى من هذا الفرع، وخاصة فيما يخص فرع الطلاب بإذن الله تعالى تكمل الصورة إن شاء الله تعالى. أتمنى لبناتنا ولإخواني حقيقة قائدي هذا الفرع كل تقدم بإذن الله تعالى، وأقول لهم الله الله أن يأتي دخيل بينكم، الله الله ببناتنا بأن يكونوا إن شاء الله تعالى عدة للوطن بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والنجاح المستمر، وأبارك لهم مرة وثانية وثالثة بهذه المنجزة، فهي لهم من وطنهم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. جزاكم الله خير.